شارع لبنان؟ بشارع لبنان عم نشوف مسيرة كنا ملاحظين في مثل شخص عم بيجوا محمود غريب نفهم أكثر يلي عم بيصير. هاي هاي اي نو خبرينا شو صار معك خبرينا شو صار معك على 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 Lebanonupraising. اللي صار معي انه حطيت بوست اللي اولادكم مش اغلى من اولادهم فانا عمل لي ريبورت از فايلنس بهيدي الليله انا كنت عامله اتاك على كثير ناس وكثير احزاب ومن ضمنهم بالثوره وكنت عم بلش احكي الاشياء مثل ما هي فاي كانت نو هو ريبورتد مي بس خبرينا شو عم بيصير مريم نحن بدنا نعطيكي اكسس على ثورة تي في لتكون رجعوا لك يور اكونت استعملي ثورة تي في اوكي استعملي الساعة اللي بدك وانشري عرض مين ما بدك حبيبي واعتبري ثورة تي في از يور ستيشن اي اوريدي دو كونسيدر ذس و وانا بكره بعتبر فيديو بعطيكي اكسس مقاومة السوشيال ميديا ما بيأثر كلنا واحد ما بيأثر راجعين كلنا واحد ثانك يو مريم ثانك يو لبنان ابرايزنج الله معك لا حوار